وعود إلى البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن إعلان السلطات الحكومية إغلاق مخيم عربت للنازحين في السليمانية، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة الدكتور أيمن العاني. دكتور أيمن، حياكم الله. أصدرتم في هيئة علماء المسلمين بيانا بشأن إغلاق الحكومة مخيم عربت للنازحين في محافظة السليمانية، ولكن في أي إطار يمكن تصنيف هذا القرار؟ هل هي عودة طوعية كما تروج وزارة الهجرة والمهجرين؟ دكتور أيمن، هل تسمعني؟ صحيح يا أخي الكريم، نعم أسمعك. هل سمعت السؤال؟ نعم نعم تفضل دكتور. شكرا على الاستضافة. حياك الله. تحية لك وللمشاهدين. حياك الله، تفضل. في الحقيقة هذا الإجراء طبعا هو يأتي ضمن سلسلة إجراءات تعامل الحكومة خلال السنوات يعني العشر الماضية مع ملف النزوح، تعامل معروف هو يعني تعتريه الكبير الكثير من الكذب والتزييف وخلط الاوراق، وهذا حقيقه يعني ايضا من اساليب الكذب المفضوح الذي يعني، والا كيف انه النازحين انتقلوا من مخيم الى مخيم اخر، كثير من النازحين الذين كانوا في مخيم عربت انتقلوا إلى مخيم عشتي، وطبعا أصبح اكتظاظ كبير في ذلك المخيم. نعم. لو كان هو يعني العودة طوعية كان لعادوا إلى منازلهم، لعادوا إلى مناطقهم. فهذا يعني وكثير كثير حقيقة الأمور يعني تؤكد أنه هنالك إكراه على إخلاء هذه المخيمات. نعم. وهي طبعا تجري بطريقة غير إنسانية. دكتور أيمن، هل يمكن أن نربط بين قرار إغلاق السلطات في العراق مخيم عربت للنازحين في السليمانية، نربطه مع انتخابات مجالس المحافظات؟ هل هناك رابط معين؟ هو كما ذكرت أخي الكريم، هو يعني المسألة في مسألة إخلاء المخيمات. نعم. لا شك أن الحكومة والحكومات المتعاقبة والتاسعة منها حاليا يعني كلها حقيقة تسعى بأي صورة من صور الإنجاز، وإن كان إنجازا على حساب حياة المواطنين أو على حساب مثلا مصير المواطنين وراحة المواطنين وعدم يعني، لكن هذا كله لا شك أنه مرتبط، وإلا لماذا يأتي الـ 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 الإخلاء قبل يوم من التصويت الخاص مثلا؟ نعم. فهذا يعني أكيد التوقيت له ما له، وبالنتيجة نحن أمام حكومات يعني تتعامل مع الأسف في بشكل إنما إنجازات سياسية لا أكثر ولا أقل، وهي على أرض الواقع وهروب من الواقع، عدم مجابهة المشاكل الحقيقية. لدينا في العراق اليوم أكثر من 370 مدينة وبلدة وناحية وقرية أهلها ممنوعون من العودة. لماذا؟ لأنها تحت سيطرة الميليشيات وتسيطر عليها الميليشيات، والأسامي كثيرة المناطق منها يثرب اللي هي المناطق التي معظم النازحين الذين كانوا في السليمانية معظمهم من منطقة يثرب، وهذا كيف رجعوا؟ كيف في بيان الحكومة يقول أنه آخر دفعة تم إرجاعهم إلى مناطقهم؟ كيف يرجعون إلى مناطقهم؟ وهذه كلها شهود يعني لدينا، ولدينا قسم من النازحين الذين يعني مصير النازحين الذين كانوا في المخيم إما انتقلوا إلى مخيم عشتي، إما يعني اضطروا إلى السكن في السليمانية،
طبعا يعني ليس لديهم مال وليست لديهم ممتلكات، نعم فبالنتيجة هم يعني اضطروا أنه حتى يسكنون في الهياكل الغير مكتملة، ومنهم طبعا من نصب قيما ويعني قيم بالعراء، يعني لا خدمات لا نعم كهرباء لا ماء لا صحة لا، وهذا هو المصير حقيقة. لكن يعني هذا هو التعامل الحكومي مع ملف النازحين منذ 10 سنوات إلى الآن. من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور أيمن العاني، شكرا جزيلا لكم.